من بيرو فالكاو من البرازيل هيلعبها فالكاو بيلعبها ترجع له تاني من سانشيز برفعها طبعا روسي باولو روسي هداف كاس العالم 82 واحسن لاعب في كاس العالم 82 بيجري عليها الاخضر بلومي بيلعبها ورا لفالكاو طبعا لان المباراه في اساسها مباراه خيريه وطبعا انا اخش سيكي بيسيبها زيكو لفالكاو والاخضر بيفضيله بياخذ الاخضر بلومي من الجزاء البرازيل لفالكاو تاني سكرات كل لمسات دي الان برازيليه فالكاو طويلة فالكاو مع البولندي وفرانس بيتفضي محل بتنصدم فالكاو على صدره ويحاول يرجعها لكن تلقى روسي راح للحارس طبعا في الحادي ما في تسلل لانه بيلعبها دوراتي اوسكار مدافع قوي جدا دوراتي من بيرو فالكاو زيكو فالكاو تاني وحيشوط من هنا لا لعبة طويلة ناحية فالكاو وبيحاول يحصلها بيحصلها فالكاو فعلا ولعبها ورا لسانشيز المكسيكي فالكاو تاني تنقطع يرجع تاني لسقراط أطول لاعب تقريبا في الملعب سقراط حيسيبها الجونيور وحيشوط لا بيصلحها تاني لفالكاو شايفين اللمسات البرازيلية جورجيو وفالكاو من الفريق الأخضر بيحاول ياخذ الكرة لكن بتنقطع بترجع لهم تاني اها فالكاو وجونيور من اثنين البرازيل اهو شانسز بيشوط فالكاو كرة حلوة لولا ان صدمة سلام لاعب كبير لاعب كبير فالكاو لاعب ايضا ممتاز البرتو لكن كثير من المدافعين من نجوم العالم لياقة ويبدو انه هو يتمتع بشعبية كبيرة سيما في امريكا الجنوبية على يعني دقائق على نهاية الشوط الاول من المباراة يا سلام يا فالكاو شايفين المهارات شايفين الفن يا سلام يا سلام فرانز بيكنباور بونيك حاول يعدي بيعدي لفرانس بتنقطع ياخذها فالكاو شعله متالقه في كل مكان في اقل من خمس دقائق تقريبا على نهايه الشوط الاول كعب من كعوب سقراط بدا يشتغل فالكاو سقراط فالكو 40 دقيقة اللي مرت وباقي 5 دقائق على كده من الشوط الأولاني فالكاو لسه مع الكورة بيحاول يفضي لأنه بدأ الدفاع الأوروبي يتكتل وبدأ يراقب لأنه وجد أنه زيكو خطير وسانشيز خطير والأخضر خطير فبدأوا يكتلوا دفاعهم في يبدو أن سقراط طلع من الملعب اللي يمكن يتعالج او شيء انا ماني شايفه في النص من لانه المفروض يكون في هجمه زي دي متواجد سانشيز فالكاو تاردلي روسي اشوف جول وبيصدها نكونو برافو نكونو رجعت ثاني من بونيك وبيطلعها مين هذا جورجيو كنا عالية خط الدفاع وكونو حارس الكاميرون الكبير الشوط الثاني وطبعا سقراط لحسن الحظ كما يقول المعلق عاد مرة أخرى بكعبه لكن يبدو أن هي كانت طبيعية شوي باكن باور كيجن
وثلاثي الفريق العالمي الأخضر اللي هو الآن بيهاجم من يمين الشاشة إلى يسارها، برازيلي، ثلاثي برازيلي، ووسط الفريق الأوروبي إيطالي أسط تارديلي، فالكاو في الطاعة، مان عليه جونيور زميله إنه يعدوا منه. طبعا ده مفروض يكون شعور كل لاعب في الملعب بيلعب لشعار معين أو لفريق معين أو لهدف معين، إنه يوجد الوحدة في الشعور والتلاحم في الأداء، وبكده تنطبق كلمة تيم أو فريق على المجموعة اللي بتلعب كرة القدم. وبالرغم من اعتزال باكن باور لكنه بيوري، زي احنا شايفين بدا التشكيله الثانيه او التعديل على تشكيله المنتخب الاوروبي تسبب شيء من الضغط ومن الاحراج ل نجوم العالم. ريكي ديفيز المعلقين طبعا بيؤكدوا انه راكي الامريكي هو اقصر لاعب موجود في الملعب. على اي حال الحكم ديفيد شوسان نشيط وشايف الكرة وبيتابعها، وفي اخطاء احيانا الجمهور يطالب بها ولكن الحكم لا يطبقها لانه في هذه اللعبة في أمريكا. يمكن ديفيد سوشا فالكاو يرجع لزيكو تاني، وفي تسلل على فالكاو، روسي لسه بيحاول يجاهد بيحاول يجيب هدف فالكاو. يا سلام يا سلام، شوف المهارات ديفيد. حتى اللاعب اللي يكون مغمور يلعب وسط مجموعة من هالطراز بيتحول هو كمان إلى أسطورة، يعني بيحاول إن هو يؤدي نفس الأداء، بيتأثر بيهم وبياخد ثقة في نفسه. الدخيل، لا زالت النتيجة منتخب نجوم العالم متقدم بهدفين مقابل هدف واحد لنجوم أوروبا. سجل أهداف نجوم العالم. زيكو ده اللي يعطي كرة القدم شيء من غرابتها ومن طرفتها، إنه هدف أو اثنين أو ثلاثة لا تعني نهاية العالم بالنسبة للاعبين للطرف المقابل، فالوقت يتسع لمزيد من العطاء بالنسبة للعيبة اللي كانوا مغلوبين. شفنا احنا نجوم أوروبا كانوا مهزومين بهدفين وتعادلوا مع فريق نجوم العالم، ولو استمر أنا جونيور فالكاو، وطبعا بيحاولوا فريق نجوم العالم ان هم اسئله انه كثير من الامريكيين الايطاليين موجودين هنا، وتم اختيار فالكاو. اكيد كثير منكم كانوا حاطين عينهم على فالكاو ورشحوه انه يكون احسن لاعب في الفريق الاخضر اللي هو يمثل نجوم العالم. هو فالكاو من البرازيل، كان شعلة من النشاط والديناميكية والحركة داخل